جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله يقال له خليل، فقال يا رسول الله اني تهيأت الى الحج كذا وكذا مرات، فما قدر لي فما قدر لي، يعني ما لحق، اراد ان يذهب عدة مرات فلم يقدر له، فقال يا خليل عليك بالجمعة فانها حج المساكين. قال النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة ويذكر المستثنيات. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.